كابتن علاء، الماتش النهارده سيناريو بقى متكرر. فاكر ماتش سنه 1990 لعبته انت اول لقاء بيننا وبين الترجي في تونس؟ في تونس ليك تصولات وجولات مع الترجي سواء كنت لاعب او كنت مدير فني. هو تحس دايما بقى ديربي افريقي خلاص. الاهلي والترجي بقى حاجه صح. بقت مسلم بيها كده، كل بطوله لازم الاهلي والترجي هيقابلوا بعض. وده دليل طبعا ان ما شاء الله الناديين كبار جدا. طبعا النادي الاهلي مش محتاج اتكلم عليه، النادي سيد افريقيا اساسا. النادي الاهلي سيد افريقيا، الترجي موجود في بطوله افريقيا على طول وفاز بيها قبل كده، ودايما تيجي فيه الادوار قبل النهائي. هو ده الترجي، دايما بيعرف يوصل لايمن مهما اختلفت الاجيال وكده، بيعرف يوصل في البطوله دي كويس. ماتشات بتبقى حماسيه جدا، ودايما بيبقى محسوب لها الف حساب. زي النهارده مثلا 90 دقيقه في تونس، لسه 90 دقيقه ان شاء الله في القاهره هنا. كل مدير فني بيرتب بس لاول شوط زي احنا بنقول النهارده صح، لكن هو عامل حساب كويس قوي الفريق عامل حساب بعض كويس قوي، بغض النظر على اسماء، حتى الاجيال بتختلف، لكن تحس ان كل نادي عارف هو بيقابل مين. يعني افريقيا كلها عارفه النادي الاهلي، مفيش حد في العالم كله ما يعرفش النادي الاهلي. هو بيجي قابل النادي الاهلي بيبقى عامل ازاي والاستعدادات ازاي. نفس الكلام النادي الاهلي، قمه الاحترام للترجي، وعارف ان الترجي فريق قوي جدا، فريق معروف في افريقيا كويس قوي، ده بيوصل النهائيات، فاز بالبطوله قبل كده. عشان كده دايما مبارياتهم بتبقى تحس ان هي مباراة حساسه قوي. الناس كلها مستنيه اللقاء ده، يعني كله مستني لقاء الاهلي والترجي صح. ما بيسالوش مين اللي موجود هنا او هنا، لكن هم بيسمعوا بس الاسمين، اسم النادي الاهلي طبعا حدث ولا حرج عليه، لكن ايه الترجي. يبقى انت داخل على مباراه مشوقه جدا، قويه جدا، محسوب لها مليون حساب من الطرفين. فانت امام مباراه النهارده، مباراه قويه صحيح. كل واحد عايز يعدي بس اول شوط النهارده باللي صح. هو عايزه او اللي هو بيتمناه. طبعا بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله النهارده للنادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يمشي.